الأهلاوية طبيعي. النهارده الضغوطات اللي انت بتتحدث عنها دي في توقيتكم اكيد النهارده بتعرض ليها نفس لعيبتنا وزاد عليها كمان ضغوطات من انواع مختلفه. يعني النهارده زي ما كنا بنتكلم في فكره الاشاعات اللي طالعه على شناوي وغيرها من اللعيبه، بتشوف الضغوطات دي او نوعها النهارده ياثر على لعيبتنا، ممكن ياثر عليهم خالص طبعا. يعني اكيد الكابتن هاني رمزي يعني طبعا نجم كبير وعارف الكلام ده كويس، كل لاعب بيمثل النادي الاهلي هو عارف كويس قوي قيمه النادي، فبالتالي هو محطوط تحت ضغط كبير جدا ومتعود على الكلام ده، وخصوصا ان اللعيبه الصغيره يعني واحد زي هاني محمد هاني صغير وبيلعب وهيلعب في فاينل ان شاء الله، يعني داخل في الاجواء وعارف قيمه النادي، وفي نفس الوقت اللعيبه الصغيره اللي طالعه شاربين حته المكسب وانه بيلعب على بطوله دايما ودايما ان هو محطوط تحت ضغط، فطبيعي كل الكلام ده اللعيبه حاسه بيه. فمش هتفرق مع اللعيبه حته السوشيال ميديا اللي بيتكلموا فيها ان غيابات شناوي او مش عارف اصابات مين او الكلام ده كله، احنا عندنا الحمد لله لعيبه كويسه، لعيبه خبرات كبيره جدا. اكيد. عندنا توازن كمان في التيم، وعندنا مدرب كويس جدا عنده خبرات في افريقيا يقدر يحط الناس واللعيبه في وقت معين، يحط سن خبره في خبره ينزل في وقت مناسب يلعب من البدايه شباب، يعني هو عنده خبرات كبيره جدا يا كابتن، وفي نفس الوقت يعني كان عامل نتائج كويسه جدا مع سان داونز ولعب وخد بطوله افريقيا ولعب كاس عالم، فاكيد عنده خبرات مخضرم في افريقيا وده اللي كان النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي بيدوروا عليه، لان انت في وقت صغير يا كابتن هاني مش هتقدر تجيب واحد لسه هيتعرف على اللعيبه، ومش هتجيب حد لسه هيشوف التشكيل ويعرف مين اللعيبه، لكن هو اوريدي جاي اولا عارف قيمه النادي، ثانيا عارف قيمه البطوله ان هي غاليه، ثالثا عارف لعيبه النادي الاهلي كويس وعارف الوداد كمان وعارف الوداد لعب ضد الوداد، فهو يعني اكيد هيلعب بخطه كويسه جدا، اكيد ان شاء الله هيبقى في توازن، ولكن طيب قبل ما نروح للخطه امير عايز اخد برضو احساسك